دلوقتي بقى اتكلم على اخر حاجه هنا اهوت في الافكتات اللي هي الباسز او المسارات. هلاحظ هنا لما اجي اضيف اي فيديو جديد احطه في الفيديو تراك او المين تراك الاساسي، خلاص ما فيش مشكله. لاحظ حاجه هنا اهوت، لو انا نقلته يدوي كده مانيوال للاوفرلي تراك، في حاجه هتظهر هنا. اول ما احطه كده هنا الاحظ هنا ظهر لي الايقونه بتاعت الباس او المسار. ايه اللي حصل لو رجعت تاني هنا؟ خلاص ما اختفت. طب برضو ليه بيحط هنا ايقونه خاصه بالباث؟ الايقونه دي معناها انه في باث، او انه الفيديو ده او الاوبجكت ده بيتحرك حركه في مسار محدد مش ثابت في مكانه. طيب انا هنا ما حركتوش، ما عملتش اي حاجه، انا كل اللي عملته ان انا ضفته، يبقى فين الحركه يعني؟ لو انا جيت هنا وحطيت اي فيديو تاني في المين تراك كده، صغرت ده شويه اهو، ده اصبح لي باث. ولو شغلت الله، طب ما بيتحركش خالص، ما فيش اي حركه، امال برضو ليه كاتب لي ان هو عليه باث؟ طيب هنشوف. لو جيت نوت على الكنترولز الخاصه او الاوبشنز الخاصه بالفيديو دوت، ماشي، هنا دي الاوبشنز العاديه اللي قلناها. لو جيت نوت على الاتريبيوت هلاقي ما فيش اي حاجه، فيش غير ان انا ريبليس لاست فلتر لما اضيف فلتر والديستورت اللي احنا قلناها قبل كده. لكن لما اجي هنا بقى على ده كليك، ابص الاقي هنا ان الاتريبيوت مختلفه، الايديت هي هيها، مفيش فرق يعني، الاثنين واحد مفيش فرق، ده زي ده يعني مفيش اي فرق، تقريبا هما الاثنين واحد يعني. لكن بالنسبه للاتريبيوت هلاقي هنا ان الكنترولز اختلفت بقى من ده لده، فالفيديو الاساسي ما فيهوش هنا في الاتريبيوت حاجه خاصه بالتحكم في الحركه بتاعته، ما ينفعش احركه لا يمين ولا شمال لان ده الفيديو الاساسي بتاعي. لكن في الاوفرلي تراك الفيديو بقى، سواء كان فيديو طبعا او صوره او ايا كان، هلاقي هنا ان في دايركشن وفي ستايل وفي طريقه للتحكم في حركه هذا الفيديو. ففي البيزك موشن ان انا هنا في انتر وفي اكزيت، يعني ازاي هيخش جوه الكادر بتاعي وازاي هيكزيت. فانا هنا مختار الاستاتيك الوضع الثابت في الحالتين، كانه هو ثابت في الانتر وثابت في الاكزيت، يعني لا هيدخل ولا هيخرج. لو انا اخترت من فوق ده من توب ليفت من هنا كده، وهنا مثلا الاكزيت هيبقى توب رايت كده، وعملت بلاي، الاحظ ان هو فعلا جاي من فوق، هيثبت في النص ثواني وبعدين يطلع من هنا من فوق على اليمين. طيب فتره الثبات دي قد ايه؟ اهي هي دي فتره الثبات. لو جيت اشغل كده اهو، هي دي فتره الثبات اللي هو بيثبتها في المركز وبعدين يبدا يتحرك بعدها. وبالتالي باي ديفولت يعني الوضع الافتراضي، لو انا ضفت اي تراك اي فيديو او اي اوبجكت في اي تراك من دول، هيبقى واخد الايه الاستاتيك في حاله الانتر والاكزيت بالنسبه للموشن بتاعه، حركه الموشن بتاعه كده، خلاص هو مش هيتحرك. لكن ده ما يمنعش ان هو ما عندوش باس، هو عنده باس، بس الباس ده معناه ان هو ثابت في مكانه في المركز، مش هيتحرك لا يمين ولا شمال. لو جيت اشغل كده برضو تاني هلاقيه ما بيتحركش خلاص، ما فيش. لو انا رجعت هنا تاني للاوبشنز وعملت مثلا من هنا لهنا كده، يبقى ده الاكزيت وده الانتر والاكزيت. يعني ممكن انا اتحكم في الفتره دي اللي هو بيبقى ثابت فيها كده واشغل، بيخش بسرعه طبعا وهيفضل ثابت فتره طويله وبعدين يطلع ببطء شويه. يبقى ده الايه البيسك موشن بتاعي بالنسبه للفيديو. برضه في من ضمن الكنترولز هنا ان انا اعمل له روتيت. هنا مثلا اعمل له روتيت، فاجي هنا على ده، هنا بروجكت كده، وارجع هنا بروجكت اختار ده واقول له اوبشنز وهقول له روتيت، فيجي هنا ابص الاقيه بيلف لغايه لما يخش في النص وبعدين يثبت فتره وبعدين يطلع ثابت من غير ما يلف. ممكن اعمل له روتيت وهو برضه بيعمل اكزيت، فيلف برضه وهو طالع. ممكن اعمل له فيد ان، يعني هيبدا شفاف
وبعدين يبدأ لونه يظهر خفيف خفيف تدريجيا تدريجيا لغاية لما يظهر لونه. طبعا انا عامل فيد ان ومش عامل فيد اوت، بقى اللون مش هيبقى شفاف في النهاية، فهلغي هنا روتيشن واخليه يبقى يجي هنا من الشمال ويطلع من اليمين، وهلغي برضه روتيشن هنا وهجرب كده اشوف هيحصل ايه. فبص الاقي ان هو اهو بيجي شفاف، اللون يتقل وبعد كده يفضل ثابت في النص شوية، وبعدين يطلع برضه لونه تقيل وبعدين يبدأ يبقى شفاف تاني، المفروض يبقى شفاف في الاخر. لا لان انا ما عملتش هنا فيد اوت، فهعمل هنا فيد اوت واشغل في الاخر، هبص الاقيه بيرجع شفاف تاني لغاية لما يختفي. طيب يبقى ده البيزك موشن. لو انا بقى مش عاجبني البيزك موشن ده، انا عايز اعمل حاجه بقى، يعني طبعا في هنا يعني اوبشنز للالاينمنت، يعني لو انا عايز اعمل له الاينمنت كده سنتر ليفت حاجات كده، يعني ممكن ان انا اغيره لو انا مش عاجبني بقى حكايه البيزك موشن ده، انا عايز استخدم الادفانسد موشن. هنا الادفانسد موشن يرجعنا تاني برضو للكونسبت بتاع الكي فريمز، نفس الحكايه، ده حاجه اساسيه جدا. اهم حاجه هنا ان هو بيظهر لي المربع الصغير ده، وممكن اخفيه اللي هو الاوبجكت ديستورشن ويندو. لو انا بدل ما اعمل بقى اكليك على المربعات الصغيره دي اللي هي اللي هنا دي عشان اعمل ديستورشن، ممكن استخدم المربع دوت واعمل ديستورشن من هنا بشكل اوتوماتيك على طول، ويتطبق طبعا على ايه، على الفيديو بتاعي. ممكن الغي ده خالص واعمل ديستورشن، سوري اهو من هنا، واعمل ديستورشن مباشرة على الفيديو بتاعي. طيب يبقى ده كله في الكي فريم الاول. هلاحظ هنا بقى ان في باث، يعني في هنا حركه بقى، في مسار للحركه واصبح مرسوم، ممكن ان انا اتحكم فيه كمان. كل ما بحرك الاوبجكت ده هنا هيضيف لي كي فريم جديد. كي فريم ده بيظهر على شكل بوينت كده، نقطه على المسار بتاعي. لو جيت هنا من البدايه ابص الاقي ان هو بيتحرك على المسار الاخضر ده، وكل نقطه من النقط دي، كل ركن من دول عباره عن كي فريم. يجي عند النقطه الاولانيه دي اللي هي الكي فريم الاولاني، وهنا الكي فريم التاني هيجي عندنا. طيب ممكن اخلي الباث ده يبقى منحني، مش لازم يبقى مستقيم، فهكليك هنا كده واخلي ده كده اصبح منحني وده كده، وهرجع هنا تاني واشغل، فبص الاقيه ماشي في مسار منحني. طبعا نقطة الحركة بتاعته هي بتبقى في المركز، يعني في الغالب بتبقى في المركز. ممكن اعمل ريست ارجع كل حاجة زي ما كانت. لو حركت كده برضو انا ايه لسه على الكي فريم الاولاني. لو جيت هنا كده حطيت البلاي هيد في اي مكان وحركت ده، هيروح جاي عامل لي كي فريم. لو جيت هنا كده حركت ده كده، عمل لي برضو كي فريم، وهكذا كده كي فريم، وغير ده وغير ده خلاص، واعمل كده بلاي. طبعا اثناء التشغيل الفيديو نفسه لازم نلاحظ ان الفيديو نفسه شغال من جوه، يعني اهو الريشه هي بتتحرك، ده لانه هو نفسه فيديو. لو قلت له اوكي خلاص اهو، هجرب بقى هنا واقول له بروجكت يلا، هلاحظ ان الفيديو نفسه شغال والريشة هتظهر اهي دلوقتي اهي، برغم ان هو بيتحرك في باث. بقى كده شغال على ايه الادفانسد موشن. طيب لو انا مش عاجبني بقى الباث المانيوال ده، لو انا عايز اختار باث يعني من لايبراري برضو نفس الفكره. لو انا عايز اعزل الفيديو ده خالص، وليكن مثلا احط صوره او اي اوبجكت، قد يكون مثلا تكست او اي حاجه، حاجه كده مثلا هنا
اللي هي ممتد لغايه اخر الموفي بتاعي، وهاجي بقى على الباس لايبراري دي واسحب برضو الباس اللي انا عايزه، ليكن حاجه زي حرف زد ده، واسحبه واحطه عليها هنا اهوت، واعمل بلاي، فيبدا يشغل لي. هتاخد طبعا شكل حرف زد، هتمشي كده وتمشي كده. ده باس جاهز ممكن ان انا استخدمه على طول. هل في اوبشنز؟ نشوف. في اوبشنز، نفس الفكره اهو، مرسوم جاهز، هو ما فيش اي حاجه جديده. طيب ايه بقى التولز دي؟ دي برضو ادوات للتحكم في الباس. ممكن اتحكم في البوزيشن اهو بتاعها، السايز، حركت ده كده مثلا، ممكن اغير هنا في الاوباستي، الشفافيه بتاعتها، في اعمل لي كي فريم، ممكن احرك برضو كمان كده، اتحكم في الروتيشن، الدوران بتاعها كده تلف اهي. طبعا كل ما بتحكم في حاجه شادو الحاجه بيعمل لي كي فريم جديد، وهكذا انجل برضو الدوران بتاعها، الدوران بتاع الشادو اسف. وهنا البوردرز، ميرور، كل حاجه، ايز ان وايز اوت برضو، واقول له اوكي، اجرب كده اشوف ايه اللي هيحصل. هبص الاقي الحركه بقى ماشيه ازاي. لاحظ هنا الاوباستي وبتلف، شادو هيتغير، حاجات، كل الحاجات اللي انا عملتها هتحصل عندي. يبقى ده كده التحكم في الباث او المسارات داخل البرنامج.